احتجاجات يمنية غاضبة في عدد من عواصم العالم تندد بجرائم الإمارات في اليمن. لماذا لم تدن الدول المهتمة بالملف اليمني جرائم الإمارات ضد الجيش؟ هل يبلغ هذا الغضب الشعبي ومسامع المجتمع الدولي والأمم المتحدة؟ أهلا بكم. نفذت العديد من الجاليات اليمنية حول العالم وقفات احتجاجية تنديدا بجرائم قصف الإمارات لقوات الجيش الوطني، والتي أسفرت عن مقتل وجرح نحو 300 جندي في محافظة أبيان. واشنطن، نيويورك، برلين، واشنطن واسطنبول شهدت وقفات غضب شعبية طالب فيها اليمنيون بطرد التحالف من اليمن، خصوصا بعد أن أصبح يستهدف الشرعية أكثر من الانقلابيين. مراقبون يرون أن موقف الحكومة الشرعية من جرائم الإمارات المستمرة منذ دخلوها لليمن جاء مخيبا للآمال، إذ كان أقل ما ينتظره اليمنيون من الرئيس هادي هو رفع الغطاء القانوني عن الإمارات في اليمن وتقديم ملفات انتهاكاتها بحق اليمنيين إلى مجلس الأمن. عادة ما يتفوق الموقف الشعبي على الموقف الرسمي، غير أنه هذه المرة سجل مواقف بطولية، من ضمنها تقديم العريف اليمني في شرطة الإمارات مهيب نصر استقالته من شرطة دبي احتجاجا على قصف الإمارات لجنود الجيش اليمني. العريف نصر سيكون ضيفا على المساء اليمني لهذه الليلة، ولكن بعد هذا التقرير. بن زايد يا كذاب، ما لم تقله المؤسسات الدبلوماسية قاله اليمنيون جاليات وطلابا ومهاجرين. طبعا خرجنا اليوم في الحقيقة لرفض الاحتلال الإماراتي السعودي لليمن، خدعونا وغدروا باليمن وغدروا بالجيش أنهم جاءوا حماة وهم في الحقيقة محتلين. من أمريكا وتركيا وألمانيا ودول عدة هتف اليمنيون في مدن العالم ضد تحالف السعودية والإمارات، نددوا بجرائمهم التي كان آخرها استهداف الجيش اليمني من قبل الإمارات، وراح ضحيتها قرابة 300 بين قتيل وجريح. آلاف اليمنيين تقاطروا من مدن عدة في عدد من الدول للمطالبة بطرد التحالف من الأراضي اليمنية ووقف عبث دولة الإمارات ومشروعها الرامي لتمزيق اليمن ووحدته، وتنديداً بالممارسات الإرهابية التي تقوم بها في بلادهم. هتافات غاضبة وحزينة أطلقها اليمنيون في محاولة لإطلاع الرأي العام العالمي على ما ترتكبه الإمارات من جرائم في بلادهم. بات الجميع يعرف أن الإمارات هي من حالت دون تحقيق أي مكاسب عسكرية على الأرض، وأنها قصفت الجيش الوطني وقدمت مساعدات عسكرية لميليشيا الحوثي. يرى اليمنيون أن ما حدث تم بإرادة السعودية وأن لا رغبة للتحالف بتحرير اليمن من الميليشيا، فلا جيش للدولة ولا سيادة إذا ما ظل اليمن مرهونا بالمزاج الخليجي. هذه الدعوات التي وجهها اليمنيون إلى المجتمع الدولي للوقوف في وجه استهتار التحالف بأرواح اليمنيين وسيادة بلدهم، هل يكون لها صدى في الأروقة الدولية؟ وهل تصل أصواتهم مسمع العالم؟ إذا مشاهدينا الكرام، في هذه الحلقة سيكون معي العريف مهيب نصر الضابط اليمني المستقيل من شرطة دبي هنا في الاستوديو، وسينضم معه آخرون خلال هذه الحلقة. بداية مساء الخير. مساء النور وسرور. إذا أنت ضابط في شرطة دبي وقدمت استقالتك قبل يومين، ما الذي دفعك لتقديم الاستقالة؟ بعد عندي بدء، حياك الله أستاذة الفضلة. في حقيقة الأمر السؤال الأولى أو الأحرى الذي ممكن أن يطرح، لما لا أقدم استقالتي؟ هذا وطني وهذا أمتي وهؤلاء إخوتي، أولئك المجندلون، أولئك الشهداء، أولئك الأفذاذ، فبدهي أن أقدم استقالتي، ولو كان لدي ثمة مجال آخر أن أفعل أكثر ما فعلت لفعلت، لكن هذا جهد المقل وتعبير شخصي وإرادة شخصية، لعل وعسى أن تسمع لأولئك الذين لم يعد يسمعوا الأنين والألم لهذا الشعب المكلوم. نعم، بعد تقديم الاستقالة سيد مهيب، هل شعرت بارتياح؟ هل شعرت بأنك قدمت شيء؟ في حقيقة الأمر نعم، شعرت بارتياح، لأن في نهاية الأمر حاولت بما أملك وبما أستطيع أن أقدم شيء، لكن هذا ليس كل شيء في نهاية الأمر، المشوار طويل
والنضال طويل والنضال طويل. نحن أبناء الوطن، ويجب أن نكون ذا إرادة صلبة فولاذية، وأن نمضي إلى الأمام من أجل أن نرفع النير عن هذا الوطن الذي أصبح ممزق ما بين الحوثيين وما بين التحالف. نعم، إذن هناك من سيقول لك يعني كان ممكن تبقى استقالتك لن تقدم ولن تؤخر. ربما شاهدنا بعض المتابعين الذين يعني كتبوا كان يعني هذا رزق أولادك ورزقك حافظ عليه، لا داعي لعمل مثل هذا الشيء. ما الذي يمكن قوله؟ نعم، هذا القيل نسمعه دائما، لكن هذا القيل لا يعبر عن أناس واعيين، مع تقدير للجميع، يعبر عن أناس تقليديون ليس لديهم اتساع مدارك وليس لديهم ما يمكن أن يقدموه. الأرزاق كما يقول الإمام الشافعي: لو كانت السماء من نحاس وكانت الأرض من الرصاص لما خشيت على رزقي. والحياة ليست ظروف، إنما هي قرارات واختيارات، وعلى هذا الأساس يجب على الإنسان أن يسجل موقف في هذه الحياة وأن يمضي من أجل وطنه ومن أجل أمته. هكذا يجب على الإنسان أن يمضي، يعيش المعنى ويموت لمعنى، لا يعيش في الهامش. طيب مهيب، يعني في اللحظة اللي اتخذت فيها القرار، هل شاركته مع أحد قبل أن تعلنه؟ ما كان موقف القريبين منك لاتخاذ ربما يعني الآن في ظل وضع البلد، في ظل بالتأكيد أنت لست مسؤول عن أسرتك الصغيرة، هناك أكيد من أنت مسؤول عنهم في اليمن، يعني ليس من السهل أن يتخذ الإنسان قرار مثل هذا، خاصة يعني ربما كان لديك وضع معين في الإمارات، عيشتك، أولادك، هذا الأمر كله أنت تخليت عنه. نعم، في نهاية الأمر القرار، لا أقول أنه قرار أنفس بما يحدث. ربما ما حدث في نيويورك من اعتصامات ووقفات احتجاجية في واشنطن كذلك ونيويورك بالأمس، ضعنا في صورة هذه الاحتجاجات التي عبرت عن مشاعر اليمنيين. أولا أريد أن أتقدم بشكر جزيل جدا لكل اليمنيين الأحرار في الولايات المتحدة الأمريكية، لكل أبناء الجاليات اليمنية في جميع الولايات، الذين قدموا إلى واشنطن، الذين قدموا أمس إلى نيويورك، كباراً وصغاراً، نساءً ورجالاً. أشكرهم من أعماق قلبي لتلبيتهم لنداء الوطن. هم لم يأتوا استجابة لشخص، هم جاءوا استجابة لنداء وطن ينزل. وهنا وجب علي في البداية أن أشكرهم جميعاً. نعم. ثانياً، الجالية اليمنية في الولايات المتحدة الأمريكية وأعتقد في بريطانيا لديها خصوصية كبيرة جدا. الجالية اليمنية في الولايات المتحدة الأمريكية يفوق عددها عن 250 ألف متوزعين على جميع الولايات. هو نحن نطلق عليهم مسمى الجالية مجازا، أما هم بالنسبة لهم هم أساسا يمنيين أمريكيين أو أمريكيين من أصول يمنية. هنا تأتي قوة
الجالية اليمنية. هو هنا تأتي قوة الشخص اليمني في داخل الولايات المتحدة الأمريكية، أن لديه الحق الدستوري أن يصل إلى أي عضو من أعضاء الكونغرس، لديه الحق الدستوري أن يمارس نشاطه السياسي كما يريد، لديه الحق الدستوري أن يعبر عن رأيه بقوة كأمريكي. ما حصل كان ما حصل أمس في الوقفة الاحتجاجية كان شيء مذهل، كان شيء رائع. يعتقد الكثير أن ما حصل أمس لن يؤثر، بالعكس نحن وصلنا رسالة إعلامية قوية، نحن لمسنا التجاوب الكبير من المجتمع اليمني. ما حصل أمس هو كان فقط تدشين لمرحلة قادمة من الحراك السياسي القوي في الولايات المتحدة الأمريكية. سنعمل أو سيعمل اليمنيين الأمريكيين على طرق كل الأبواب لأصحاب القرار، أعضاء الكونغرس، أعضاء مجلس السنت، مجلس السنت الأمريكي، كل أصحاب القرار. نعم. كل ما سيفعله اليمنيين هو فقط إظهار حقيقي أو الوجه الآخر الحقيقي لدولة الإمارات العربية المتحدة، الوجه المناقض أو النقيض تماما للوجه الذي يعرفه العالم أو المجتمع الأمريكي. الرأي العام الأمريكي يعرف عن الولايات المتحدة، يعرف عن دولة الإمارات العربية الوجه الجميل، الوجه المشرق، الدولة التي لديها المكون العصري لكل شيء فيها، كان النظام أو غيره. ألو؟ نعم. هناك تقطع في الصوت أخت آسيا، تسمعينا؟ نعم أنا أسمعك بشكل جيد. خلاصة الحديث، نحن لا نريد أن نهدم سمعة الإمارات، نحن لا نريد أن نؤذي أي دولة، نحن فقط سنظهر حقيقة ما يحصل، لا أكثر ولا أقل، بكل بساطة. وأعتقد أن ظهور الوجه الآخر لدولة الإمارات سيؤثر كثيرا في سمعتها، والإمارات دولة قائمة على السمعة. نعم، إذن ابقى معنا أستاذ لبيب. أنتقل إليك مهيب، وأنت مشارك أيضا في وقفة اليوم الاحتجاجية في إسطنبول، ربطا مع الأحداث، يعني ربما أكثر من جالية خرجت في أكثر من دولة أوروبية وغيرها للتنديد بما يحدث من قبل الإمارات والسعودية أيضا. ما هو تعليقك على وقفة اليوم؟ جميل. تعليقي أنه يجب أن تتكاتف الجهود وأن تتضافر، سواء في أسطنبول، في أمريكا، في بريطانيا، في أي مكان في هذا العالم، وأن يكون لنا صوت كيمنيون، لأنه ليس من المنطق ولا من العقل أن نصمت. إذا ما كان لدينا شرعية صامتة خانعة، يجب نحن أن لا نصمت. هذا الشعب شعب جبار، ويستطيع أن يفعل ما لم تفعل شرعيته. فعلى هذا الأساس نحن أيضا في عصر السماوات المفتوحة، عصر الإعلام، وهناك دول حقيقة الأمر تهاب الإعلام وتخشاه ولا تريد أن سمعتها يساء إليها بأي حال من الأحوال، بل إنها تمول شركات عالمية من أجل الحفاظ على سمعة دولتها. على هذا الأساس يجب نحن أن نغير هذا المسار، وأن نقول للمسيء أسأت، وللظالم أظلمت، وللمخطئ أخطأت. والمسيء في حق وطننا معروف وواضح للأعيان، ويجب أن نكون منظمين أكثر، خاصة على مواقع التواصل الاجتماعي. ليس المسألة تكون مجرد تلقائية، تغريدات تلقائية، كل في حال سبيله يغرد. يجب أن يكون هناك ثمة تنظيم، يجب أن يكون هناك ثمة رؤية تخدم اليمن، كل اليمن، وأن نتكاتف حيال هذا الرؤية. يجب أن لا ننتظر أحد، هذا المفترض بنا جميعا. ماذا ننتظر؟ وطننا يعني يمزق، أخوتنا، أمهاتنا، آباءنا يعانون، فماذا ننتظر؟ فلا بد أن نتعاون، ولا بد أن نتكاتف، ولا بد أن نتوحد، وأن تكون هناك ثمة رؤية جامعة من أجل أن نغير. دائما الأمور تبدأ من الداخل، كما أن الحروب تبدأ في الداخل قبل أن تكون على أرض الواقع، أيضا التغيير أو التنديد أو نحو ذلك من هذا القبيل يجب أن يبدأ فينا نحن، ومن ثم ذلك يعني نضع الأمور على أرض الواقع، وننطلق سوية كشعب له إرادة وله سيادة ولديه كلمته. لا أن نتقهقر ولا أن ننتظر القدر أو أن ننتظر المخلص، المخلص لن يأتي، نحن من يجب أن نكون المخلص لهذا الوطن.
نعم. إذن أستاذ لبيب، يعني ربما تحدثت عن رسالة إعلامية تم توجيهها وربما سيكون لها الأثر الكبير، لمن تم توجيه هذه الرسالة وعلى من ما زال اليمنيون يعولون؟ رسالتنا لجميع العالم، وتعويلنا بعد الله سبحانه وتعالى على إرادة الشعب اليمني. من الواضح أن ليس هناك جهة الآن يتم الاعتماد عليها بقوة. نحن فقط، لكي أكون صادق وصريح في هذا الطرح، نداءنا لدعم الشرعية الآن لا يأتي من منطلق أن الشرعية هي خيارنا الأفضل، ولكن لنكون صادقين هي الخيار الوحيد حالياً. إذا أتينا ونادينا بأننا لا نريد أن نتعامل مع الحوثي، ولا نريد أن نتعامل مع الانتقالي، ولا نريد أن نتعامل مع التحالف، فنحن ندعو إلى فراغ كامل في الدولة. نحن ندعو إلى فوضى. يجب أن يكون هناك جهة نتحدث في العالم بأن نحن لا نريد هذه الخيارات السيئة، ولكن نريد هذا الخيار، والخيار الذي برأيي الآن يجب أن نتمسك فيه، وإن كان لا يعلو إلى المستوى الذي نريده، هو الشرعية، فهي برأيي آخر حائط صد أمام أهداف الانقلاب الحوثي وإيران، وآخر حائط صد أمام أهداف الانقلاب الانتقالي المدعوم من الإمارات. نعم. إذن الوقفة التي في نيويورك أستاذ لبيب كانت أمام مقر الأمم المتحدة، كيف تقيم موقف الأمم المتحدة ومجلس الأمن إزاء جرائم الإمارات في اليمن؟ الأمم المتحدة لديها مراقبين، ولديها ومجلس الأمن لديه لجنة العقوبات. هؤلاء دائما في عملية رصد لكل ما يحصل في اليمن، هم على اطلاع. هناك إجراءات يجب أن تتخذ من الحكومة اليمنية. أعتقد أن آخر إجراء كان طلب الحكومة اليمنية لدعوة مجلس الأمن إلى عقد اجتماع طارئ، تم رفض هذه الدعوة. السبب في ذلك ليس كما يعتقد البعض أن الأمم المتحدة تعزز موقف الإمارات، أو أنها تؤكد على تصرفات الإمارات، أو أنها لا تعترف بالحكومة الشرعية أبدا. الأمر كله بأنه ليس هناك دولة من دول المجلس حاليا الـ15 قدمت الطلب. لا يحق لليمن، لأنها ليست عضو حاليا في المجلس، لا يحق لها أن تتقدم مباشرة بطلب. كان يجب أن يسبق تقديم الطلب تنسيق مباشر وقوي لدى أحد الدول مثل الكويت مثلا، لتتبنى هي هذا الطلب. فبعد فترة ستتغير رئاسة مجلس الأمن، وستصبح روسيا هي رئيسة المجلس، الرئيس الدوري للمجلس. وإذا تم تكثيف الجهود الدبلوماسية مع الدول التي هي أعضاء في مجلس الأمن في الدورة القادمة، فأعتقد أنه سيتم الاستجابة مباشرة لطلب اليمن بعقد جلسة لمجلس الأمن، ومناقشة ما تقوم به الإمارات من انقلاب على جميع قرارات مجلس الأمن. الإمارات في حقيقة الوضع تنقلب على كافة القرارات. الإمارات جاءت ضمن التحالف لكي يعزز الوحدة اليمنية، هي تدمر الوحدة اليمنية. الإمارات جاءت في تحالف لكي تعزز النسيج الاجتماعي أو تماسك النسيج الاجتماعي، الإمارات الآن تدمر النسيج الاجتماعي. الإمارات جاءت لكي تنهي الصراع الطائفي في اليمن، تساعد الحكومة الشرعية لإنهاء الصراع الطائفي في اليمن. هي جاءت وخلقت لدينا صراع مناطقي فوق الصراع الطائفي الذي كان موجود لدينا. تقول الإمارات أنها تحارب الإرهاب. نعم. نعم، سأسألك حول لدينا أي... نعم تفضل. ليس لدينا أي خلاف للشعب اليمني. الشعب اليمني لديه موقف واضح جدا من إرهاب الجماعات المتطرفة. الشعب اليمني كله ضد إرهاب الجماعات المتطرفة. الشعب اليمني ضد أيضا إرهاب الميليشيات المسلحة الممثلة بالحوثي والانتقالي. والشعب اليمني أيضا ضد إرهاب الدول للحكومة الشرعية ممثلة بإيران والإمارات. تفضل أختي أسر. نعم، سأسألك حول صدى هذه الوقفة إعلاميا وسياسيا أيضا، ولكن بعد أن أذهب للأستاذ مهيب، يعني برأيك أستاذ مهيب، يعني لما تفعل الإمارات كل ذلك باليمن؟ يعني هي أتت كما تفضل أستاذ لبيب، وكما ربما أعلنت مرارا وتكرارا على أنها أساس إنقاذ اليمنيين من الانقلاب واستعادة الشرعية، وكانت مواكبة مع السعودية، ولكن الذي اتضح أنها خارج هذا التيار تماما. نعم، مع الأسف دولة الإمارات دولة مقلدة، مقلدة الأعظم. يعني أحيانا قد ربما يستهويها أن تقلد أمريكا، أن تقلد الدول العظمى، والمقلد دائما يكون كما نقول باليمني أخس من الأصلي. يعني
لا يكون كالأصلي، إنما يكون أخس منه بكثير. فعلى هذا الأساس هي ترى أن بقدرتها أن تغير، أن تستطيع أن تغير، أن تبدل، أن تعمل، فضلا عن المطامع التي أصبحت واضحة ومتجلية لكل ذي عقل. لديها مطامع، هناك ميناء عدن، هناك يعني ثروة سمكية، هناك إلى آخره من الأمور التي موجودة في اليمن، كما يسمى اليمن المميز واليمن غير المميز. فهم يريدون اليمن الجيد ويتركون اليمن السيء. مع الأسف الشديد هؤلاء لديهم هذه المطامع، ويطمحون أن يجعلوا من تلك الدولة إمبراطورية صغيرة في الشرق الأوسط. كمدخل اليمن ممكن من هذا المدخل أن يعملوا شيء، لكن لا أستطيع أن أقول أنهم ممكن أن يعملوا هذا الشيء أطلاقا. هناك إرادة شعبية، وهناك شعب متصدي وسيتصدى لكل هذا الغطرسة الصادرة والنابعة عنهم. وفي نهاية الأمر سيعرف كل واحد حجمه. اليمن ليست دولة طارئة كما تلك الدولة. اليمن يعني دولة من 10,000 سنة، دولة عريقة لها إرث جبار ولا يمكن لأحد أن يسطو عليها. صحيح نمر بلحظة ضعف، نمر بلحظة انكسار، وكل الإمبراطوريات يعني مرت بهذه الأشياء والدول ونحو ذلك. فلا يعني أن اليمن انتهى، ولا يعني أن اليمنيون انتهوا إطلاقا. نمرض ولكننا لا نموت، ومن أساء إلينا لا يمكن أن ننسى، ومن أكرمنا أيضا لا يمكن أن ننسى. كما تفضل أخي لبيب، ليس بيننا وبين الإمارات أو السعودي أو غيرها ثمة عداوة إطلاقا. نحن محبون للسلام ومحبون للشعوب بشكل عام، لكن نحن ضد الظلم والسياسات هذه المتمادية المتطاولة علينا كيمنيين وعلى وطننا العزيز. وعلى هذا الأساس نرفض هذه الغطرسة ونرفض كل ما يقومون به. نعم، إذن أعود إليك أستاذ لبيب. أستاذ لبيب، حول يعني ما تم القيام به من وقفات احتجاجية ليسمع العالم، برأيك ما مدى صدى ذلك؟ يعني سواء إعلاميا في الصحف الأمريكية والقنوات التلفزيونية، وكذلك سياسيا، هل تجاوب معكم أحد من أعضاء الكونغرس من سياسيين معينين؟ هل حاولتم التواصل؟ كما أخبرتك قبل شوية، ما حصل أمس هو فقط تدشين لحراك سياسي قادم. اليمنيين الأمريكيين الموجودين في الولايات المتحدة الأمريكية سيطرقون جميع الأبواب، سيذهبون الجميع. هنا مع استمرارية العمل ستأتي ردود الأفعال الإيجابية من الجميع بالتأكيد. طالما هناك اجتهاد في العمل، طالما هناك إظهار للحقائق، أكيد سيكون هناك رد أفعال. المجتمع الأمريكي، ما يميز المجتمع الأمريكي هو حساسيته الشديدة جدا تجاه ملفات حقوق الإنسان، وهذه مشكلتنا في اليمن. نحن نعاني من انتهاكات كبيرة جدا لحقوق الإنسان على يد المجلس الانتقالي، على يد الحزام الأمني المدعوم من قبل الإمارات. لدينا مشكلة أو انتهاكات كبيرة لحقوق الإنسان من قبل القوات الإماراتية الموجودة في داخل الأراضي اليمنية، تبدأ من أعلى مستوى الذي هي من قبل استهداف بعض القيادات في الحكومة اليمنية إلى أصغر واحد في الشعب اليمني. نعم. لذلك ردا على سؤالك، نعم سيكون مع في قادم الأيام تجاوب كبير جدا مع جهود أبناء اليمن في الولايات المتحدة الأمريكية. نعم، إذا نسمح لي أستاذ لبيب وكذلك أنت أستاذ مهيب أن تنضم معنا. سمية ثور، مسؤول ملف السياسي في شبكة نساء من أجل اليمن، عبر الهاتف من برلين. مساء الخير أستاذة سمية. مساء النور، أهلا فيكم. أهلا بك. إذا ونحن نتحدث عن يعني أهمية الوقفات الاحتجاجية التي تقوم بها الجاليات اليمنية، نود أن تضعين في صورة الوقفة الاحتجاجية التي نفذت في برلين وما مطالبها الشعبية. طبعا الجالية اليمنية في برلين كان يعني من أوائل الجاليات التي بادرت وسعت لمثل هذا العمل،
وكان هناك مبادره من يعني اكثر من طرف في برلين. في الحقيقه يعني المطالب هي واضحه وواحده في انحاء العالم يعني من اليمنيين، وما ذكره الاخوه يعني هي المطالب الاساسيه التي يسعى اليها الان اليمنيين حول العالم. نسعى الى مسانده حقوق الانسان ومسانده الشرعيه في صد العدوان الجديد من دوله الامارات. دولة الإمارات اتخذت الأسلوب العدواني الشرس على اليمنيين، لاحظنا هذا في يعني طرحهم الإعلامي، في الهجمات العسكرية، في الأسلوب السياسي وغيرها. فاليمنيين في ألمانيا اتحدوا واتفقوا أنه احتاج لهذا العمل، يعني عمل إعلامي وسياسي مختلف عن قبل. نعم، إذن برأيك لما كان موقف الشرعية من هذه الجرائم باهت وأقل من المتوقع؟ يعني على الأقل يعني كان يتوقع إعلان طرد الإمارات من التحالف، أو بشكل واضح عدم رغبة وجود الإمارات في التحالف، بعد خاصة بعد قتلها وجرحها 300 جندي واتهام الجيش بالإرهاب. الشرعية تحتاج اليوم إلى أسلوب مختلف تماما. يعني نحن الآن ما طرحتيها الآن من مطالب، نحن جميعا نعرف أنها في وضع لا يمكنها اتخاذ مثل هذه القرارات، ورئيس الحكومة ورئيس الدولة وأغلب وزرائها يعتبروا في حالة يعني اعتقال من السعودية. فبالتالي نحن نحتاج اليوم من الحكومة بالتفويض من الدولة إلى خلق عمل سياسي ودبلوماسي مختلف جدا. لقاءات اليوم يعني يفترض أن تكون عبر الوزراء أو السفراء الموجودين حول العالم بجميع الدول الأوروبية وصانعة القرار، روسيا، تركيا، أمريكا وغيرها من الدول. فبالتالي يعني الشرعية يعني برأيي يعني قامت بأكثر ما يمكنها القيام به في هذه الأزمة أو هذه المرحلة، لأنها تعتبر في حالة اعتقال، لا تستطيع أن تتخذ أي قرار بسهولة. استطاع بعض أعضاء من بداية الحرب سواء على السعودية. صحيح. فتلقت السعودية كل الفشل الذريع في هذه الحرب، تلقته السعودية. الإمارات لم يذكرها أحد، لا توجد منظمة دولية تكلمت عن أي انتهاك صنعته الإمارات كدولة، حتى أخطاء التحالف
يتم نسبتها للسعودية. هذا ليس دفاعا مني على السعودية إطلاقا، لكن نتكلم عن يعني توجيه متعمد لعدم الحديث عن دور الإمارات في حرب اليمن حتى بعد تكوينها للسجون السرية. الوحيدين اللي ذكروا الإمارات هم لجنة الخبراء في أحد تقاريرها السنوية، هم الوحيدين الذي ذكروا بالنص أن الإمارات يعني من المعرقلين للسلام في اليمن. فبالتالي اليوم نحن نتكلم عن 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 يعني عن جرح في جسم اليمن لمدة 5 سنين لا أحد يعني تكلم عنه أو فتح ملفه. فمن الطبيعي اليوم أنه يعني نفضح كل هذه الأعمال، وهو للأسف الشديد يعني لابد أن نذكر هذا الكلام. السعودية والإمارات هي جارتين لليمن، وهي يفترض أن تكون المساند الأساسي لاستقرار وأمن وسلام اليمن، لأنه يعتبر أمن وسلام لدولتها. لكن أطرفت الإمارات السعودية واعتمادهم على الأموال والشراء الذمم هو ما جعلها أن تتجه إلى هذا الإجرام الشنيع والشديد والواضح. يعني تخيلي أن يصلوا إلى مرحلة اتهام الدولة التي أتوا من أجل إعادة شرعيتها في اليمن، يتهمها في آخر المطاف أنها دولة تحمي الإرهاب. هذا يعني سياسيا كارثة على اليمن وعلى اليمنيين وعلى الدولة. يعني في نهاية المطاف نصبح بلا دولة، بلا أي مرجعية في اليمن. في الشمال تحكمنا ميليشيات الحوثي، وفي الجنوب تحكمهم ميليشيات الانتقالي، وانتهت اليمن إلى تقسيم شنيع بين ميليشيات شمالية وجنوبية، وانتهت الدولة لو فعلا يعني حققوا هذا الهدف. نعم. الآن يعني الهدف الأهم أنه نوضح أنه لا يمكن للدولة اليمن تبني مثل هذه الأعمال. اليمن من أوائل الدول التي حاربت الإرهاب، ومن أوائل الدول التي تحالفت مع العالم في محاربة الإرهاب. فبالتالي نحن لن نسكت على هذا الكلام دعما لاستمرار وجود الدولة، ليس دفاعا عن الشرعية، وليس دفاعا عن رئيس ولا حكومة، وإنما دفاعا عن تواجد الدولة في هذه في اليمن. نعم، إذن ابقي معنا أستاذة سمية. سأعود إليك أستاذ مهيب. يعني ربما طرقت الأستاذة سمية موضوع مهم، وهو عمليا خلال 5 سنوات فعلا كانت دائما تحمل السعودية جميع الجرائم. ربما كان هناك احتقان في مجال ملف حقوق الإنسان من قبل المجتمع الدولي، وبالتالي توجيه ضرباته للسعودية فقط. الآن برزت الإمارات بشكل أوضح وربما أوسع في هذه الجرائم، لماذا برأيك؟ جميل. فيما يخص الشرعية أود بس أن أعقب فيما يتعلق بالشرعية. نحن لسنا ضد الشرعية ككيان، نحن ضد الشرعية كقرار. والمسألة أعتقد أنها متباينة، القرار شيء آخر والكيان أيضا شيء مختلف. الشرعية ليس لها قرار وهذا معروف، فنحن ضدها من هذا الباب أو من هذه الحيثية. أما من حيث الكيان فنحن بحاجة إلى شرعية. بالنسبة للسعودية والإمارات، هم باعتقادي وأنا سأحكي ضميري متفقين تماما فيما يتعلق باليمن وفيما يحصل في اليمن بشكل عام. الإمارات هي المخلب الحقيقي للسعودية، وهي التي تعمل كل هذه الأشياء عيانا بيانا وعلى مرأة أو مسمع من كل الدنيا. السعودية في اتفاق وفي توافق مع ما يحصل، لكن موقفها لا يؤهلها بأن تكون كما الإمارات في هذا الوضوح الفاقع الذي يفقع الأعين. فأنا لا أدري لماذا ممكن أن ننتظر من السعودية موقف، ربما هذا خيال بائس حقيقة. السعودية موقفها واضح، السعودية ترسل لنا مغردين يعترضوا على ما تفعلها الإمارات فقط، لكن هل هناك ثمة قرار صارم من قبل السعودية كدولة؟ لا إطلاقا. طيب ماذا عسانا أن ننتظر؟ يعني لا شيء، يعني موقفها واضح ومتجلي، فطالما هي صامتة وهذا يعني أنها متماهية. لا
لكن طالما في دولة أخرى هي التي تقوم بالدور الذي تريده السعودية، فما يحتاج أنها تكون أيضا ظاهرة بإزاء الإمارات. يكفي الإمارات أن تكون هي المخلب، والسعودية أن تكون خلف الكواليس، وأن تذر كما نقول الرمال على الرماد على العيون بهؤلاء المغردين الفيسبوكيين والتويتريين الذين يعارضون الإمارات، بينما في حقيقة الأمر الأمور على توافق تام. نعم. إذن سأعود إليك، ولكن أذهب إلى لبيب. لبيب، برأيك عمليا يعني يرى الأستاذ مهيب والكثيرون بأن السعودية هي متفقة أو متماهية مع ما يحدث من قبل الإمارات، موقف الحكومة وبياناتها كلها ضد الإمارات، لا تذكر السعودية إلا بشكر الجزيل على ما تقوم به وعلى دعمها و رغم أن الجميع ربما أصبح ومصالح اقتصادية دولية. فبالتالي يعني ليس من السهل أنه تنقلب عليها الدول بهذه السهولة. يعني لابد أن يكون هناك فعلا عمل أكبر وعمل دبلوماسي من اليمنيين أكبر حتى نستطيع أن نؤثر على الرأي العالمي. دبي هي عبارة عن فقاعة اقتصادية هائلة جدا، لو يعني تم اختراقها ستنتهي هذه الفقاعة تماما، فهم يعلموا هذا الكلام والعالم كله يعلم هذا الأمر، ومصالح العالم يعني نعرف كيف أنها ترتبط أولا بالمال وثانيا بالسلطة. فلا بد لنا كيمنيين أيضا أن نعرف هذا الأمر وأن نتعامل معه بهذه الطريقة. النقطة الثانية
أننا أن الدولة كدولة لا يمكنها أن تعادي الجميع وتقطع مع الجميع وتنهي علاقاتها مع الجميع. يعني طالما السعودية لا زالت إلى الآن متحفظة صامتة، لا يعني وافقت ولا اعترضت، فبالتالي كحكومة، يعني أنا أؤكد على كلام الأخ لبيب، هذا هو يعني الوضع الطبيعي كتعامل مع السعودية. لكن مع الإمارات الأمر مختلف، ودورنا اليوم هو كيف نفضح هذه الأعمال أمام العالم، كيف نأثر على صانعي القرار وعلى المنظمات للتأثير على الإمارات، وليس العكس، لأنها تعمل، هي الآن تعمل لإسقاط الدولة اليمنية. فنحن لابد لنا أن نعرف كيف نستطيع أن ننقذ ما تبقى من هذه الدولة. الموضوع الذي هم فيه، فلا خيار إلا أن يكون لدينا جيش قوي، شرعية قوية، لأن في حقيقة الأمر فيما يتعلق بالشرعية لو نلاحظ أنها أصبحت شرعية للسعودية والإمارات أكثر من أن تكون شرعية لليمنيين، فبواسطتها وبحجة أنهم أتوا من أجل هذه الشرعية أصبحوا يعيثون في الأرض فسادا، أصبحوا يعيثون في اليمن فسادا، من تقسيم ومن تجزئة ومن تكوين أحزمة خارج إطار المؤسسة العسكرية. لذلك أنا أشوف أن الشرعية أصبحت مع الأسف الشديد مطية لهؤلاء الناس، فمن خلالها استطاعوا أن يصلوا إلى ما أرادوا أو أنهم يحاولوا أن يصلوا، وبإذن الله تعالى أن لن يصلوا إلى تلك المبتغيات اللي هي تجزئة المجزأ وتقسيم المقسم. نعم، إذن شكرا جزيلا لك مهيب نصر، الضابط اليمني المستقيل من شرطة دبي، كنت معنا في هذه الحلقة من المساء اليمني. أشكر لكم أيضا مشاهدينا الكرام لحسن متابعتكم، لنلتقيكم في مساء يمني جديد، كونوا برعاية الله وأمنه.